تي في عربية. هذا المشروع بحث ويعني رأي يعني منظمة الأسرة العربية أن تبني مثل هذا المشروع سوف يأخذ بيد كثير من الدول العربية إلى مرافق الاستقرار والأمان، عندما نركز على الإنسان وعلى تنمية الإنسان والتنمية الاستدامة. لا شك أننا هنا نعلي من راية العمل الاجتماعي بخطط وبرامج ومنهج ومنهجة، بحيث فعلا يعني لدينا رؤية واضحة نستطيع أن نبني هذا الإنسان خلال فترة قصيرة وفترة بعيدة الأمد. نجتمع اليوم ونفخر بأن تكون هذه الانطلاقة التاريخية من على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي أسرت شعوب المنطقة والعالم على مر عقود مضت بتاريخها الحافل بخدمة الإنسانية والإنسان، مسيرة أرسى دعائمها المغفور له سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه وأدخله فسيح جناته. أنا ممكن في يوم الليلة تصبح دولة الإمارات من أكثر دول العالم اتساعاً خلال الفكر الإنساني، انتشار الوطن بالخارج زي ما صارت في بريطانيا، زي ما صارت في أمريكا، وليست عاجزة أي دولة أصغر من هذا الحجم بمساحة جغرافية إنه تقدر تحققها. ما السبيل في رأيك لإنجاح مثل هذه المشاريع في ظل وجود هذه التحديات؟ كنا نتكل نحن على نفسنا برعاية أولادنا، بتعليمهم، بمراقبتهم، بكل شيء، وانطلقنا للمجتمع إلا من بعد ما أولادنا خلصوا علومهم الجامعية وانطلقوا للحياة الصحيحة. سمو الشيخة فاطمة سيدي مثال أعلى عنا كلنا، كل الدول العربية، مش بس هند بدولة واحدة. هي إنسانة خلقت للإنسانية، ما عم نستهجن أبداً إنه نتفاجأ كل يوم بعمل حلو وعمل تشجيع للإنسانية. تجيني اليوم في العالم العربي والإسلامي والعالم ككل بوصلة اللي توجه لطبيعة العلاقة وتأسيسها بين المجتمعات، صناع القرار والإنسان، لأجل ترجع القيمة الأساسية للإنسان، كما حكينا إنه هو أساس التنمية في كافة مجتمعات العالم أينما كانت كيفما طبيعتها. جزء مهم جدا بالنسبة لعلاقة الإنسان في الوطن بتبتدي في تحديد المسيرة المستقبلية لهذا الإنسان. أشكر على جهودكم، دعمكم، مشاركتكم معنا اليوم، بالفعل نتشرف بتكونوا معنا من هذه الانطلاقة بإذن الله تعالى. بتمنى تشوفوا مشاريعنا على جيم تي في عربية، اللي هي مجلس المحافظين لمشروع التنمية الإنسانية المستدامة. جيم تي في عربية.